السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في الجلسة الصبحية على الخور الغربي بالمنصورية، وإحنا بنشاهد طبعا جمال الطبيعة وحلاوتها، وأول منظر قدامنا بنشوفه هذا الصياد النشيط اللي جاي من بدري من الفجرية، وطبعا ابنه معاه، الابن بيجدف وهو بيصيد بالصنارة، طبعا هو بيصيد بالصنارة أهو قدام الصنارة، يحط الطعم ويروح رامي الصنارة في المية، وبعد كده بيلتقط السمك. وعلى فكرة السمك بتاع الصنارة من أجمع أنواع الأسماك، تبقى سمكة كويسة وعافية، بتدينا ايه الأوميجا 3 طبعا، أكلها صحي. طبعا هو الصياد ده قاعد في الحتة دي، ودايما الحتة اللي بيرموا فيها الصنارة بتبقى مباركة كده، يعني المية فيها شبه ساكنة، وتلاقي السمكة ايه عامل المكان اللي بيتوالد فيه وبيتكاثر فيه، وتلاقيه قاعد. بعد كده لو تركنا الصياد ده وبصينا بالغرب هنلاحظ ايه قرية بمبان، طبعا هتلاحظوا هنا المواشي اللي بترعى اهي، في مواشي هناك على الشط، ولو دققت النظر هتلاحظ أشجار الموز وأشجار المانجو. طبعا أنا قاعد في الشرق من ناحية المنصورية، وموجه إلى عدسات الكاميرا أو موجه الموبايل بمعنى أصح إلى الغرب كده. رجعنا إلى الشرق، يعني هذا النخل اللي شايفينه ده في المنصورية، يعني أنا قاعد على الشط في ناحية المنصورية، وممكن أحرك الموبايل، دكتور محرك الموبايل في اتجاه المنصورية، يعني الصور اللي انتو شايفينها دي موجودة في المنصورية، ودي صورة شجرة مانجا موجودة في المنصورية قدامنا اهي، زي ما انتو شايفين هذه الصورة. وأرجو أن تكونوا تمتعتم بهذا الفيديو الصغير الذي يبين لكم الطبيعة الخلابة التي أعشقها، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة المتواضعة اللي هي عاشق الطبيعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.